عافية من الخلد تغرد بين أهلكم جوانب. نقوم اليوم يوم الأحد لزيارة إقليم طاطا، ومناسبة بالنسبة لنا لزيارة واحد العدد ديال المؤسسات التعليمية، تعليم أولي ابتدائي إعدادي تأهيلي وأيضا داخلية. ويمكن نقول بأن الحمد لله هذه المؤسسات كطبعها واحد الجمالية واحد الدينامية اللي خلقوها الأساتذة والمدراء ديال المؤسسات، والمؤشرات ديال التمدرس جد 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 مرتفعه بالنسبه ل ما كاينش الاكتضاد نهائيا. العدد النسبه ديال عدد الاطفال في الاقسام هي تقريبا 24 في القسم، نسبه النجاح متميزه، حاصلين على البكالوريا بميزه تقريبا 50%. كاين واحد الجانب اللي ان شاء الله السيد مدير الاقليمي غادي يشتغلوا عليه، هو التوجيه نحو المسالك العلميه. اليوم تقريبا 50% 50%، وبفضل واحد العدد ديال الاوراش اللي غادي نقوموا بهم، ولا سيما على مستوى الجامعه، الابواب المفتوحه في الجامعه باش نحسوا التلاميذ يتوجهوا للمسالك العلميه. يمكن نقول بان الحمد لله هاد الاساتذه وهاد الاطر التربويه والاداريه ديال المديريه الاقليميه استطاعوا باش يخلقوا واحد الديناميه واحد الحماس في جميع المؤسسات. اللي بغيت نقول ايضا غادي يكون واحد المشروع ديال احداث ثانويه تقنيه في مؤسسة في الثانوية محمد السادس، باش أيضا نشجعوا لهذا التوجيه نحو المسالك العلمية. نحن اليوم في استقبال السيد الوزير والوفد المرافق له لزيارة هذه المديرية، زيارة تفقدية لمؤسسات متعددة. وقد استهل السيد الوزير هذه الزيارة بزيارة دار الفتاة التي تم تشييدها مؤخرا، وتندرج ضمن رؤية لإحداث مركب تربوي بجامعة إسفن الذي سيضم إعدادية وثانوية تأهيلية ودار الفتاة لإيواء الفتيات وداخليتين لإيواء الذكور، إضافة إلى تهيئة الفضاء الخارجية وملاعب القرب اللي غادي يكون فيها استغلال مشترك ما بين التلاميذ وما بين الجمعيات. قام أيضا بزيارة نموذج لأقسام التعليم الأولي المدمج في التعليم المدرسي داخل جامعة إساف. والآن في جامعة طاطا نتواجد حاليا بثانوية محمد السادس التأهيلية التي تم إحداثها والتي تم فتحت أبوابها 2014-2015. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.